تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية ومقاول بناء حالة قاضيهما لمبلغ 100,000 جنيه على سبيل الرشوة من مالكة إحدى المباني، والذي تقرر إزالته ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحي منشية ناصر، وذلك مقابل قيام المتهم بإدراج اسمها ضمن كشوف حصر للتسكين المقرر لهما الحصول على وحدات سكنية بديلة. وقد أسفرت تحريات الهيئة عن أن المتهم يستغل سابقة عمله كمدير سابق لتسكين حي منشية ناصر، ويستعين ببعض معارفه ومن العاملين بنطاق الحي للإيقاع بضحاياه الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.